ما تبكيش عمرتي دموعك غاليين عليا دابا يفاجيها ربي وتهزي راسك بيا انا العاطل مشات حياتي باطل انا ديما حاصل حتى في جيبي واحل انا سير اخويا اللي ايوا صافي دابا بالصحة والراحة شو كي وليتي دابا صاحبي لا دابا تنقيتي يا صاحبي لا تبارك الله على صباحك تبارك الله تزكى صاحبي اش كدير صاحبي حنا جايين للصالون بعدا راه غدير لينا الشوال خوادريه بعدا انت صافي اش من الشوال انت اش غدير المكتب انا هاد الوسخ هذا مالي ما صاحبي شطب راه تنوض دابا تجي تشطب انا الشيطان صاحبي وراه انا اصلا ما خاصنيش نجي عندك انا تمي حالك باش نحسن لك المحل راك كتعرفو صاحبي راه ما نجيش عندك انا راه على قبلها صح المحل راك نعرفو ولكن راه باش تمشي ليه راه ما كاينش الوقت صاحبي واش تمن الخدمه الدار فيق مع 7 الصباح الخدمه نجي مع 7 العشيه للدار الوقت ما كيبقاش دابا راك عارف الدنيا كيفاش دايره بصاحبي شوف ماشي مشكل انا صافي قبل الخوادري جيت عندك ولكن شوف دابا الروين هذه تجمعات حيدها راه غادي غدير لنا الشوا صافي راه مش عندنا راه مش عندها غتجمع هي صافي صافي هاي اش هذا الراجل هذا والله ما عرفنا كي نديرو لك اخويا روح والله ما عرفنا كي نديرو لك مالك ها اخوك حسن لي وعلى سلامتك ملي حسنتي ايوا سير دخل دوش مالك والله ما في لي دوش شي حاجه وحق الله رايت وعارف اصلا يلا جيت من التماره صافي تعال غدا نفيق من النعاس وندوش دابا غندوش غنخرج الزنقه واش العيبه غيضربني على البرد خليني عليك الله يحفظك اييه واش غدير تنعس بالزغب ديالك ولا شنو عادي غادي نمشي للناس تماك معفون دابا ما دوش تنعس بالزغب حتى شو حالتك شو عنقك كله عامر زغب ما دوش ما فيهاش والله ما فيها تاع الصباح وما ندوش خليني عليك الله يحفظك عافاك فين حسنتي بعدا حسن لي يا اخوك في الصالون نيت وين في الصالون وما الصالون حسنت في مالو مشي داري ايوا راك راه ديرتي لي الزغب فوق الزربيه صابري تشطب كيفاش تشطب حيت ماشي انت اللي كتشطب وكتضرب عليه تماره انت دابا يا حسن انت ضيعتي لي الزغب تما غتنوض تنعس تخليني انا مضاربه مع الزربيه تما ما كتفكرش صافي غدير لي الطياره بهادشي ديال الزغب زغب زغب صافي راه هو كيتشطب راه الشطابه راه غتحيدي حتى هي شفت هاد الشيء تاع عشوائي ديالك انا راه ما عنديش معاه هكاك هكاك مسح في حوايجك معفون واحد نمشي نجبد عليها بشي بحس احسن لي طاجين لا بنين حق الله سيد منك القاعدة عيفتيني وحق الله ما ياكل من القاعدة حنا ناكلو حتى تنصط في نيوفك ما نيوف اصلا هذا هذا البر شوف عاد اش كدير واش انت مريض ولا مالك مالي قلت شي حاجة عيب واش انت بعقلك ولا شنو هذا كنغسل في يدي انا بعد ما غسلهاش خلي موسخين و كما درت معاك وحله وانا دلافابو غسل وهذه راه هذه راه ديال الكيسان ماشي ديال المسيح عيقتي عبد الغفور وحق الله الا عيقتي دابا قول لي الكيسان واش نقيل على يدي انا عبد الغفور حيد منك هذا الشيء اللي كدير فيه انا راه تعرفون الوسخه هذا ما عنديش معاه انا واه نوض لافابو غسل يديك وانت غسلتي في الطاجين يديك ومسحتي بالسربيته ديال الكيسان هذا هضره كامله كبليش كازيله جاي في الهضره بزاف كبو انت اما انا راه دفشي عاد غاف وعيقتي والله حتى عيقتي وحق الله واش كان اي حاجه كنديرها كنتي تعاقب عليا عليها واش دابا قول لي واش ناس بعقلهم كيغسلوا يديهم في هرسيك تشري فيه خلاص باصلك انت والله الا باصلك ما تدوش ما تغسل كدير شي حوايج ديال الدراري الصغار الدراري الصغار بحال يديرو ما قبلتش قلت لك كيفيه مالك
علاش تما قبلتي قلت لك كيفيه مقبلتي قلت لك كيفيه هادشي اللي كدير فيه عبد الغفور راه ما كيسلكش انا كنعلمك ما كتغسل ما كتنقى ما كتبدل حوايجك العفن الوسخ هادشي راه ما يبغيش الله بديتي كتبس لي واحد شويه انا اللي كنبسل ولا انت عرفتي المره الجايه غادي نهرس لك داك الفم اللي كيدوي اللي كيقول موسخ ولا موسخ سوقك فيا نعوم ولا ما نعومش هادشي فاش حياتك ترى الراجل كاع ما كيتعب راه المراه اللي كتعب الراجل واخا يبقى وسط من الوسخ وسط من الزبل كيبقى راجل اكيدكم نتوما العيالات راه النظافه من الايمان ها الراجل خاصو يبقى وسط الغيس راه ما كيتعبش شد العقل يا عبده نوض نوض راه ريحتك عطاش كثرتي معايا الهضره بزاف هادشي وحق الله شحفتيني معاه خويا دبر راسك تدود كاع انا مالي الله اشرب من الكاس اشرب من الكاس اشرب من الكاس عبد الغفور عصبتيني اشرب من الكاس عبد الغفور ما تبقاش تشرب من القرعه واش انا دري صغير كنربي فيه يخ يخ منك كيغسلو سنانهم راه فمك فيه ريحه خانزه دابا انا كل ساعه من الفا خاصني نمشي ندوش باش كثرتي عليا هادشي بزاف وصاحبي و اش غنقول لك تهلا شويه في راسك نضف شويه نضف دور بحالتك دور براسك غسل سنانك غسل وجهك راه بقى الدباني تكشكش عليك هادشي اللي بقى اشتي انتي بنتي ليا كثرتي عليا هادشي ديالك بزاف نقي غسل دوش صوب قويتي والله تقويتي ياك سيدي قويتي عليك حيتاش كنقول لك نضاف حيتاش كنقول لك غسل حالتك ودوش وتنقى شويه كثرت عليك عجبك عجبك الوسخ عجبك العفن تبقى عايش فيه الله يستر يخ على الصباح نقير سمعش غادي نقول لك الهضره ديالك كتلك كلو 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 كل نهار عندنا ولي مضاربه انا وياك نولي فوت فيك شي ضربه ماشي تلي عافاك ما تبقاش تهضر غير اسكت حيت فمك راه عاطي الريحه نوض غير من حدايا شد بساله شد بساله شد بساله فمي عاطي الريحه ولا ما عاطيش الريحه طلق مني راه مخمجه معاك طلق مني المعفون يخ ساره نقول لكم مصطفى اجي مني انا فطر بساله يا بلايتها بساله زيد جاوب الله يسعدك الله يحفظك طلب بركة مرحبا بك اخي كلشي مزيان كلية ما عندنا شي فان ديال الراس هضره من البرد كدا اخويا جاوب لاباس عليك لاباس الحمد لله بخير كلشي مزيان برتي مبقاش كتجي عندنا كتزور الدوران والخدمه راك عارف بالحق كنتلاقى مع عبد الغفور في القهوه مره واحد الساعه اكيد كناش حيتي بلي شي برد ديال هاتي كلينيكس شنو نديرو بغينا ناكلو واخا انا نوض لا بلاش هذاك بلاش تيسمي لا ولا حشومه انت جيتي عندنا اليوم نهار كبير وانا نجيب لك تاسي نوض نجيب لك ايوا بو جواد كي داير صافي شي بخير وشي وداك امور مزيانه الحمد لله باقي ما بغيتي دير شي وليدات الله حتى هذا البرد قتلني اصاحبي باقي ما بغيتيش دير لنا شي وليدات ولا شنو اودي وليدات لقينا حتى امهم قاعد الله صافي ودابا تلقى امهم مالها مال امهم حتى تابا يسر الله وتزوج ودير وليدات مرحبا بك جواد نهار كبير هذا اللي جيت الله يجزاك ما كنا من شحال هذه وحنايا كنسولو ديما على كنقول ما عرفتش فين شاده جواد ما عرفتش فين شاده جواد حتى شنو كدير
ندير واش تصطاجي كان زيفو الكاس ما تعرفش زيف الكاس هادشي راه كانوا كيديروا جدودنا الله يرحمو اي ما كنتي كتعطاسو الزيت الكيسان وما عطيت حرام دابا انا عطاسو هذا شي حاجه بحال مكان عيب مهلا هادشي اللي كاين اي بلا باش تكب لي انا والله ما بغيتش والله يلا كنت في القهوه ما بغيتش مشكل ايوا ما جا واحد راك باغي يتزوج وكيقلب على شي بنت الناس لا بان داكشي بنت الناس شوفي لي شي وحده راك تعرفي شي صاحب شي ولا شي حاجه ايه كنعرف واحد البنت ظريفه ومعقوله علاش لا الا كانت بحالك مصوابه مرحبا انت كيفاش بحالك زعما في الاخلاق والاداب جاك خويا و يعني هي ظريفه ما لقاش بحالك ومطلقه ولكن ما عندها لا وليدات لا والو غير مطلقه ديال تراسه ولكن حادقه ونقيه وحنينه وغادي تعجبك اكيد اهم حاجه هي تكون نقيه وحادقه صافي انا ما عنديش مشكل تكون مطلقه مرحبا ضربني البرد ضربني البرد عن هاد الفارماسيان يلا الله معايا جواد نمشي ناخذ شي دواء خويا ديال البرد الله راه شوف شوف خلي لي البرد انا غادي نرجع له واحد الشويه نرجع ليه الله لا حول ولا قوة الا بالله مع هذا الراجل اللي طال الله شو السيد كي متوول والريحة كتضرب من هنايا وعلى مزينات والتبوكيصة واللبس كله واش عطاه الله انا ما عنديش الزهر عطاني الله غير معفون كيقول لي شوفي انا راجل ونبقى راجل والراجل ما كيتعيبش المرا اللي كتعيب امي راه بقى لي غير الدبان تكشكش عليه وينين على الشيطان على الشيطان قاد بدارو قاد براسو قاد بولادو صافي امي راه ما كيعومش ما كيعومش امي عرفتي صباطو خانز رجلي خانزين ما فيه شي حاجه زوينه كنقول لي غير دوش كنقول لي هالعار غير دوش غير سير الحمام والله ما كيبغيهم العفن بعيني هذا انا منك مطلقه ايوا استحمل ايوا علاك اش تهضري تقولي راه عندها الحق امي يا بنت ما تنقصيتي مع حافظه على دارك وتعمري لها فراسك كان فحالو كون كركبتو ما لا هذاك اللي عندك سي حمر لي وجهك بعدي عليك خصك خلي عليك خصك تباركه في دارها وباركه والله ما الراس المغطي ولا الراس العريان نوضي سيري لدارتي اش بالك ديري هنا ياك ماما وليتي تجري عليا ايوا انا ما غاداش جايه نبرك هنايا نبقى معاكم السبت والحد والله يا اختي الا مليت وعيش من ديك الحياه معاه فقد شي كامل امي ولا كيضربني وكيزيدو عليا كيقول لي كثرتي عليا ما كيبغي لا يعوم لا يدوش لا حتى شي حاجه امي راه قلقني انا الخنز ديالو ولا انا مابقيتش مستحمله هو كشخص راه كنجلس حداه كنكره حياتي وكنكره راسي وكنكره النهار اللي تزوجت فيه صافي دابا شوفي بنيتي شوفي دابا نهضر معاه ملي غتجي هاد المره ولا نمشي عنده ولا نشوف ربي شنو غيدير ونهضر معاه ولكن انت صبري كملي من عندك وريتي حتى بالخاطر حتى شويه معصبه وري انا عايش من وري وزائد انت اللي كتقولي انا مش جايه نبرك معاك هادي دار باكم حلوله في وجهكم بالخير ماشي بالغضبه وماشي بالطلاق هو ما مهتمش براسو وعمره ما غادي يهتم براسو امي واخا تهضري معاه هو من هو الراجل من هو من داك النوع اللي ما كيديهاش في حياته وانا راني بقيت معاه طال الزمان ولا قصر غادي نطلق منه ما يمكنش مالك اختي عليا الفعل شوفي نقول لك الوالده هي اللي حاسه دخلي صوب راسك مسكينه هي اللي حاسه سمعي نقول لك احنا ما عندناش هنا اللي تطلق ماما ما يمكنش نجلس مع راجل انا كنمشي ونصبغ شعري ونعوم وندير السوشوار وندير الماكياج ونلبس بيجامات زوينين ومقيه وكلشي ومريحه وهو بحال طرد الزبل جالس حدايا ما يمكنش نبقى مع راجل ما كيهتمش بنفسه دخلت هو ولي دخل تعوم انا كندير مجهود حتى هو خصو يدير مجهود بحالي ما وراوش والدي راه ما كبرش فواحد البيئه اللي غادي نوريو وريتيا راه قالك الرابح من المره بخاسر من المره وريتيا لا ما عرفش هو عليكم ابنات اليوم ابنات اليوم راه كلتو باغا نطيرو
شي حاجه ما عاجباكم، شي حاجه ما كتريحكم، ايوا شوفي فيا شي حظ فيا، ما بخليتي ليا ما نقولش، ما خليتك ما تقولي، نوضي سير عند راجلك وسير عند ولادك، سير خلي اختك دابا في بيتها. كيفاش بحال زعما في الاخلاق والاداب تاعك خويا و يعني هي ظريفه ما لقاش بحالك ومطلقه، ولكن ما عندها لا وليدات لا والو، غير مطلقه ديال تراسه، ولكن حادقه ونقيه وحنينه وغادي تعجبك اكيد. اهم حاجه هي تكون نقيه وحادقه. برزتك في شي حاجه؟ ايه ماشي برزتيني، خليني نهضر مع اختك وخلي اختك مرتاحه تبقاي دابا ما كتزيدش تاعي، بس انا ما بقات فيا ماشي زعما داخله بخيط كحل، هي اللي هزيتي هذا دورتيها ووريتي عقلها ووريتي. سلام. سلام كي داير خالتي لاباس؟ كلشي بخير الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. كي دايره تي امك؟ دايره الوالده وكدايره خوتك كاع لاباس؟ الحمد لله اللهم لك. كي غدا اموركم مزيان؟ الحمد لله كلشي بخير. كي دايره بنتك ايمان وراجعها كلشي بخير؟ كلشي لاباس وانت بخير صحيح لاباس؟ اللهم لك الحمد. اسماء الشط دخلت تعطلت تلبس حوايجها. علاش نقول لك اسماء طالع عليها الدم منك؟ راه عاد ديما نقول لك علاش طالع عليها الدم؟ نقول لك هي راه جات عاد تشوفني، ولكن راه ملي جات ولات تقول لك مابقاش بغات ترجع. بلاش درت ليها عمري زدت عليها صوتي عمري غوت عليها عمري قلت لها شي كلمه ديال العيب. ايوا حتى هي هما البنات ديال دابا عابيني وبينك، البنات ديال دابا باقي يعيشوا مع الرجاله بحال هكا، وتا دابا الحاله اللي جاي عندها قالت لك كيحشم لا مع صحابو لا مع الفاميلا، قالت لك انا مابقيتش كنرضى بيه، قالت لك ما مهرش في حالته ما عادش بال حالته ما محسنش ما قالت لك داير بالو بحال شي راجل كبير في عمره 70 عام. ومالي انا محسن ونقي وزين مالاش واعر الرافور نعال الشيطان نعال الشيطان اوليدي. كلشي تبارك الله دابا راه ولا موجود كيما كيقولوا كلشي موجود، ولاد اليوم دابا راه ما توحلش معاهم داكشي اللي كاين، ما تقلقش مني انا سالك نهضر معاك بحال هما. لا هضرتك هضرتك مع غوري يا وليدي شنق راسك حتى شويه زير زير اوليدي الله الا راه ما كنساليش وصافي هاك الامان جيت معاك كل مره كتقول لي عوم غسل دير الدوش هاك والله ما كنسالي انا ما كيبقاش ليا الوقت. ايوا مرتك راه مضروره من هاد الشيء. واش انا كنجي من تماره من الخدمه من الروينه كي غادي ندير حتى غادي نبغى يا عبد الغفور الا انت عندك مقراجه عندك شوفو نطلق الروبيني قبل خليها سيدي معايا تطلق ليا لاشاز قبل ما هذيك الرشاشه قبل ما تجي ويلي نعاد الشيطان وليدي. وانت انا دابا دخلت نيت ما قدرتش نسلم عليك لقيت كلاك صافي يكون خير ان شاء الله خالتي يكون خير الله يلا يكون خير اكون هانيه يا وليدي تغير شويه صافي هضرتك هي اللي غتكون كلمي ليا اسماء نشوف انا تكون عارف مرتك انا ماشي هضرتي هي اللي تكون انا ما نفرض عليك حتى حاجه هضرت مرتك تصنت ليها صافي خالتي الهضره اللي قلت ليها خالتي راه هي اللي غتكون ان شاء الله مالك على الحاله جايبها مشوهني صافي خلينا نمشي ماما ما نرعيش والله غدا على عيني ديري كاع وجهي ما نعطيك انا لازمك الصحكة ما تهزوش ليا غسل يدي سيري ما خالتي مالي انا غادي الميكا برشي ما صدعت الميكا خالتي حتى تي صدعت الميكا حتى تي زدتي فيه زدتي فيه زدتي فيه وي الحاله جاي فيها انا مابغاش نحلها العينين acısını halledirim içimde bana bırak sevdayı giderken sadece bana bırak acısını halledirim içimde ben senden önce de yaşıyordum senden sonra da yaşarım hiç düşünme tüm dünyayla tek başıma savaşırım ben zaten hep savaşıyorum senden sonra da savaşırım hiç düşünme hayat
hayatınla elbet bir gün uzlaşırım. Bana bırak söndürürüm içindeki yangınını. Bana bırak ben hallederim. Si Javed لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ واخبارك هادي؟ صافا الحمد لله. والله الا غير الدوران وصافي. اش خبر عبد الغفور؟ صافي عليك عبد الغفور؟ لاباس عليه، كاع ما كاين كاع في الدار. شوف انا راني مصايبه واحد شويه ديال الكيكه، الا جات على خاطرك ولا بغيتي ندوقك منها تدور عندي باش نعطيك حقك منها. واخا ومناني تدوق طيب ايديا. واخا ما كاينش مشكل، الله يخلف عليك. كيقول لك المعروضه من الخير. اسمح لي دابا غادي نمشي زربان شويه. شحال زوين ومتيول ونقي ولابس مزيان، تمناه كل بنت. ايوا شي بحالي، عطاني الله واحد معفون ما يعوم ما يدوش ما يدير حتى شي حاجه. شو الرجال والسياد وكديرين. جواد كيداير لاباس عليك؟ الحمد لله صافي بخير. كلشي بخير الحمد لله. عبد الغفور ما كاينش، كما قلت لك في الخارج قضي شي غرضات. دخل جلس مرحبا بك. دخل لا ما يمكنش لي. علاش زربان شويه وصافي؟ زربان واخا. المهم انا غادي نمشي نجيب الكيكه ونجي صافي. شكرا. تبارك الله عليا وعلى حداكتي، ما شاء الله عليا. الله اكيد سي جاود ملي غيدوق هاد الكيكه تماك غادي يطيح. شكرا. راه طيبتها بايدياتي. الله يحفظك لك كثر خير. يبا دخل جلس غنطيب لك واحد كاس ديال الاتاي. لا لا زربان شويه ما نقدرش نجلس. ياك مالك زربان ولا ما بغيتيش تواضع وتجلس؟ لا عادي، انا الناس كاملين ديال الموبل عارفين اني متواضع. ياك ايوا هي الا دخلتي وجلستي وناكلو كيكه مع بعضياتنا ونشربو اتاي مالها اشنو فيها؟ ياك انت جاري وصاحب راجلي. اسمع انت قلتي انا صاحب راجلك كنتي جارتي وعليا بالتقار، دونك ما كاينش عبد الغفور ما نقدرش نجلس. لا ما تفهمنيش غلط، انا زعما كاين قلت غير نوضوا العلاقه بيناتنا ديال الجوره وزعما كاين نشاركوا الطعام والملح وداكشي اللي كيقولوا. اسمع عندي هضره واحده وقلتها لك وسمحي لي، انا ما يمكنش لي نجلس في شي دار ما كاينش موظف، وهادشي اللي تربيتي عليه من الصغر. ما تربيتش على الخيانة. خيانة؟ علاش انا اش من خيانة كتهضر عليها؟ الله ينجينا ويحفظنا من شي خيانة. اسمع انا راه عارف كلشي، وهادشي اللي جيت دابا باش ندوي معاك نيت اصلا في هذا الموضوع. انا راه كنشوف الشوفة ديال الكاس وكتبقاي تراقبيني باش ترجع. عارف كلشي، انا راه ما تربيتش على هادشي وما نقدرش نخون صاحبي. حتى داك النهار فاش جيت عندكم شفت دوك الشوفة اللي كنتي نشوفي فيها، واخا كاين راجل واش سعيد. جواد اش غادي نقول لك، انا نجيك من الاخر صراحه. انا من نهار شفتك وانا ما تنسيتيش ليا وما حيدتيش ليا من بالي، وزيدون انا هذاك الراجل ما باغاش، ويلا انا جيت مع عند امي وكنت غضبانه عندها وباغا نطلق منه. ماما الله يشفي راسو معفون وما كيديرش في حالته، انا عفته وعدفته وصراحه ما بقيتش مستحمله اني نكمل معاه. فمو خانز رجلي خانزين كلشي حتى شي حاجه فيه منقيه، ما مهلي فيه ما مدا فيه، وانا يا باقا صغيره وبغى نعيش الحياه
وداك النهار ملي عرفتك باقي مزوج وباغي بنت الناس صافي وانا نقول زعما كاينه علاش زعما كاينه باش هاد بنت الناس تكون حسن مني هادي انا اصلا غادي نطلق منه. اسمع انت انسانه مزوجه وراجلك كيستهلك بزاف غير هو الانسان الا كان فيه شي عيب ماشي تنخونه كيخصنا نعالجو داك العيب اللي فيه راجلك راه قادر يتبدل والانسان اللي كيبغي يتبدل كيحتاج مساعده ماشي مراتو اقرب الناس ليه اه ولكن هو مبغاش يتبدل وانا دائما كنهضر معاه وكلشي مابقاش كنحس براسي اصلا انني مزوجه ما كيديهاش فيا انا كنظلم ماكي وندير الماكياج ونصيب شعري ونتهلا في راسي ونلبس مزيان وكلشي وهو كيضل يمسح في نيوف هو راك شفتي حاجه انا ما غنعاوشك على صاحبك كيفاش داير انا غنفرش وعرفته وعارف العيب اللي كيدير ولكن انتي مراتو خاصك تستري وانتي تبدلي ماشي تخوني انا صراحه ما كنتش بغيت نوصل لهذا الشيء ولكن انا راني انسان نقول لك واحد الكلمه وتيقي بيا راجلك قادر يتبدل ولكن الا وقفتي معاه ماشي تخوني هذه راه فكره غلطه وانتي بنت الناس ماشي ديال هذا الشيء انا عييت من المحاولات ما عرفتش شنو خاصني ندير مع هذا السيد اصلا الحاجه ديري معاه هو خذي بخاطر وعلمي بشوي بشوي تبدل حتى شي حاجه ما كنتزادو لها حنا عارفينها شي واحد ما كيتزاد ما كاش مو معلم معرفش شنو حتى شي واحد فينا ما كامل كنا كنديرو اخطاء غير ما كنردوش ليه البال عبد الغفور كيخصك تعاوني باش يتبدل انا معاوناه وكلشي ولكن انايا مابقيتش كنبغيه اسمع هادشي كتخايلي ما في الواقع انت كتبغيه غير هو كيدير شي حوايج ما كيعجبوكش انت خصك تقبليه وتحاولي معاه يتبدل باش يرجع عبد الغفور كيف ما كان المهم ما ديرش مني قلت صواب انا ما قصدت والو عافاك ما تقول لي حتى شي حاجه ما تخافيش غير انت حاولي تصلحي العلاقه بينك وبين راجلك انا راه ما غنقول ليه والو وحتى راسك لا طيحي في شي حوايج خايبه بحال هذا واخا شكرا غندير بالهضره اللي قلتي لي ماشي مشكل نتمنى نقدر نمشي شكرا بزاف كلشي مزيان الحمد لله كي غادي الامور مزيانه كلشي واداك والله الا صافا الحمد لله الله لك الحمد خويا عبد الغفور ما كيمي تخب انا بغيت ندوي معاك في هذا الموضوع مركز كاين ياك ما كاين باس اخويا زوال ياك ما خاصك شي فلوس ولا شي حاجه ماشي مشكل حنا الاخوات الحمد لله صراحه ما كيمي تخب انت خويا واكثر من خويا وجاري داكشي علاش انا ما نقدرش نخبي عليك هادشي انا بغيت نقول لك شي حوايج ما عرفتش واش تقبلهم ولا لا اشنو ياك ما الجيران عاوتاني داروا مظاهره ولا شي حاجه اخرى عاوتاني لا هاد المره الموضوع كيتعلق بك انت ومراتك علاش انا ومراتي ياك لاباس شكون ما عرفتش كتهضر معايا في هاد الموضوع ديال انا ومراتي كيفاش جا هاد المره جبتي لي مراتي صراحه ما عرفتش مين غادي نبدا دابا من الاخر جاود جيني من الاخر وقولي شنو واقع هادشي ما عرفتش ما خصنيش نقولو لك ما قديتش نصبر ونسكت عليك حتى ما لقيت جواد هضر معايا سيري وقول شنو كاين مراتك مالها خصك تبدل معاها راه ما داكشي اللي غادي بيه راه ما مسلككش واش هي شكات على قالت لك شي حاجه شكاتش عليا انا اخوك كبرت معاك كنعرفك مزيان وكنت عارفني مزيان انا مؤخرا كنحس بالعلاقه ديالكم غادا تدهور غادا بالله خصك تصلح الحياة ديالك مع مراتك والله خصك تبدل تنقى فهمتي راه حتى الناس ديال الدرب تيقولوا عليك خصك حوايج نقيين اصاحبي تهتم براسك راه الراجل هو الاناقة خلي على ديك الهضرة اللي كيقولوا الناس في الزنقة الراجل كيعيبو غير جيبو لا راه ماشي اهم حاجة هي الفلوس اهم حاجة تكون نقي وعندك شخصية وكاريزما راه ضروري يا صاحبي
ايوا حضرتك فيها شويه المعقول، ولكن اخويا جواد انا مالي، انا نقي لابس الحمد لله منقي، شنو خاصني زعما؟ بغيتي الصراحه راك ما منقيش اصاحبي، خصك تنقى. انا ما يمكنش المره تمشي معاك في الزنقه هي انيقه وانت كتبان صاحبي، وسمح لي على هاد الهضره كتبان يعني ما نقيش، راه حنا في عصر اخر، راه كلشي موجود الحمد لله. ويا اخويا جواد انا الصراحه من صغري ما مسوق على لبس لا حتى شي حاجه، انا من صغرك عارف دري الله عدو 12 عام ولا 11 عام داخل كيضرب في التمارين، ما كنت انا في لبس لا حتى شي حاجه، سيرتو كبرت هكا راه ما يمكنش غادي تبدل دغيا، حتى تزوجت وكلشي والله ما بقيت كنتسوق، الخدمه، ولكن دابا الصراحه هاد الهضره اللي قلتي لي دخلات معايا مزيان، وبغيت نتبدل حتى انا ونولي نعطي لمراتي واحد شويه ديال الوقت نخليه ليها، شو بغيتك تعاونني وتوقف معايا. تخافش انا عشيرك وغنوقف معاك، الا بغيتي تبدل راه ساهل، المهم اذا بغيتي تبيعني غنتحركوا عند الحلاق وغادي تحرك الحمام، المهم هادو شي حوايج جاو من اوروبا زوينين غيعجبوك، كثر خيرك خويا، خود داكشي اللي عاجبك منا تحركوا. واخا نوجد حوايج نمشي معاك. خارج الزنقة كنهضر معاك، اش هاد الاناقة واش هاد الشياكة واش هاد الجمال، فكتي خاسر هادشي كله، كنت مخبيه في الزنقة ودابا ها هو جبت وعطيتو عليك. واش انت عبد الغفور متأكد؟ هاد هو عبد الغفور وهادي هي الشخصية ديال عبد الغفور. لا ما يمكنش. لا يمكن، لا زعما كاينة صدمتيني، شكون اللي لبسك هادشي وكيفاش رجعتي هكا؟ شوف فهمت والو، الانسان هو اللي تهلا في راسو، الانسان هو اللي فكر في الحياه ديالو، سيرتو ملي كتكون مزوج خصك تبقى مرة تشوف في راسك. ولكن زعما كاين شنو بدلك انت؟ ما كنتيش هكا، كنتي دائما موسخ ودائما معفون ودائما عرفتي فين كنتي خازن هادشي كامل؟ لا عرفتي شنو، واو صدمتيني. شوفي هذاك عبدو اللي كان شحال هادي مشى، دابا كاين عبدو اخر، كاين واحد اخر، شخصيه اخرى قدامك. دابا بغيتك تبدلي وتلبسي حوايجاتك مزيان وتنقاي ويلا غادي نمشي، وانا عارض عليك العشاء اللي هو في احسن ريستو كاينه في كازا. الله يلا قالها ليا، قال لي حاولي غير تفهميه وغادي تبدل. شنو كتقولي تحت من راسك؟ لا ما قلت والو. يلا المهم انا غادي نتسناك لتحت، حقا ما قلت لك غادي نشري لك واحد الطوموبيل جديده. بصح اييه راه يلا كتفاهمش مع مولها، ولكن غادي تمشي تشوفيها، ماشي الا عجباتك راه غادي ناخذها لك. صافي يلا انا نتسناك لبسي حوايجاتكم ما تعطليش عليا. باي باي. انا بجاك سيدايا كي دار كان صادجي، انا بجاك اجسنا
allez dejem içimde bana bırak sevdayı giderken sadece bana bırak acısını hallederim içimde ben senden önce de yaşıyordum senden sonra da yaşarım hiç düşünme tüm dünyayla tek başıma savaşırım ben zaten hep savaşıyorum senden sonra da savaşırım hiç